السلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله خيرا الإخوة الدعاة على هذا البيان العظيم من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بينوا للناس قدر التوحيد وخطورة الشرك. وأنا ألخص هذا الكلام في حديث واحد، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج عنق من النار. ودائما الحمد لله تعودنا إنه في أي حلقة نتكلم بالكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. ولا بنعتقد أن كلاما سيصلح الناس إلا كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان خطورة الشرك، قال: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران ولسان ينطق. والحديث أورده ابن كثير في التفسير وغيره من العلماء. قال: فيقول: وكلت بثلاث، ثلاثة أصناف من الناس. أي زول انطبقت فيه الصفة دي يأخذه وينطوي عليه هذا العنق من النار ويرمي به في جهنم والعياذ بالله. أولا قال: بمن دعا مع الله إلها آخر. ده ما كلامنا نحن ولا كلام طائفة ولا بدي أبواب تتكلم إنجليزي حتقدر تبطل الكلام ده، لأنه ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنت إذا ما سمعت كلامنا وسمعت كلام البيت المتبرجة، في النهاية ربنا قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: فيقول: وكلت بثلاث، بمن دعا مع الله إلها آخر. ولذلك أخواننا الأمر ده خطير، لأنه بوديك جهنم ولأنه بيخلدك في جهنم. ربنا سبحانه وتعالى قال: القيام في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. ماله؟ الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه شنو؟ في العذاب الشديد. وربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأعراف: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله. لما تجي الملائكة تقبض روحك بتقول لك: وين الجماعة اللي كنت بتناديهم من دون الله؟ ده ما كلام وهابية، ده سورة الأعراف. وين الضلع عن حديد؟ وين لحق بعيد؟ وين الأسرع من التلفون رجال العلفون؟ وين راجل السبت؟ وين ود عويس القلب الغنماية تيس؟ وين ود عبد العاطي القلب الذكور أناتي؟ وين أبو التاية وحامد بعصاية زيل الحصايا وامرد كلايا؟ وين نادي أبو العباس بناديه؟ سيدي ساكن فاس بناديه. وين هدرنا هدرنا قطم فدرنا روح الكون القطب عمرنا جلى بالتنور بتخيط إبرنا. كلام عجيب. وين دل ربنا قال الملائكة بتقول لهم أين ما كنتم؟ أخوانا مش الكلام ده عربي واضح؟ تدعون من دون الله. الجواب شنو؟ بعد ده في واحدة بريطانية بتاعت تتكلم لك في الغيب ورجوها، فيها زيس وهابيزم زيس فري ما عارف تروريزم، فيه ما في شغلة زي دي. بيسألوك وينهم؟ الجواب شنو؟ قالوا: ضلوا عنا، ورطونا ورطونا، ما شايفينهم، ضلوا عنا. ربنا قال: وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا شنو؟ كافرين. أهل مصير وين؟ ربنا قال: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها
هسي في الدنيا كيف حبابك ابويا شيخ حبابك ابوك شيخ؟ قال لي لا تضحك عنده في كربك عنده بتغيثك جنده اخدمه من غير ايجار او عاك من الكجار ومعاملة التجار وما تشرب من مويت الشيخ وما تقعد معه في التبروكة وما وما الى اخر. لكن يوم القيامة كيف؟ ربنا سبحانه وتعالى قال قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امة بيعملوا شنو؟ لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. عشان كده اخواننا وصيتنا لك داير تنجو امام الله ما تبارع طريقة لا سمانية لا ختمية لا قادرية لا كزنزانية ما تبارع حزب لا انصار سنة لا مؤتمر شعبي لا شيوعي لا غيره. اتبع راجل واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من اطاعني شنو دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. واخر وصية بنوصي بها الناس ان اخواننا سمعت الحق وعرفت الحق اكسب زمنك ما تضيع زمنك بجاي فهمته؟ لانه بعد شوية ستفقد اشياء اخرى. فانت من هنا واستمتعت بالايات وبالتوحيد وبكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم طوال ان شاء الله من هنا نمشي نصلي الى ان يفلس اخر دجال. اخر دجال في السودان يفلس ويعلن افلاسه ان شاء الله. الحلقة الجاية السلام عليكم.